أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، هذا موعد المناظرة الأسبوعية التي نقدمها لكم مع عدد من ضيوفنا حول أشد الموضوعات إثارة للنقاش والجدل في هذا الحين. فبعد إعلان اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور نتيجة الاستفتاء بنسبة 63.8% لنعم مقابل 36.2% لا، وحسب المادة 229 من الدستور الجديد، فإن انتخابات مجلس الشعب من المفترض أن تتم خلال 60 يوما من تاريخ إقرار الدستور. منذ اللحظة بالتأكيد ومنذ إعلان النتيجة وبعد إقرار الدستور الجدل بدأ، ربما بدأ يعني قبل ذلك بأيام، حول كيفية التعديلات والتغييرات التي ستطرأ على الدستور. هل ستكون هذه التغييرات والتعديلات بما يغير المشهد الانتخابي عن سابقه وما كان بعد الإعلان الدستوري للمجلس العسكري والذي كان على إثره الانتخابات البرلمانية الماضية، أم إن التعديلات ستقتصر فقط على التعديل الذي أقره الدستور وتبقى بقية المواد كما هي؟ هذا ما سنعرفه من خلال هذه المناظرة اليوم على الجانبين مع ضيوفي الكرام. بالتأكيد كل جانب يحمل وجهة نظر، هناك أحزاب لها وتيارات لها وجهة نظر في تغيير كبير ستشهده العملية الانتخابية وقانون الانتخابات القادم، وهناك من يقول إن لن يكون هناك تغيير كبير بالمعنى الذي سيضيف على ما كان في الدستور. دعوني أولا أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقد. أستاذ عصام أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. وأرحب بالأستاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقد والقيادي بحزب الكرامة. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك. كما أرحب على الجانب الآخر بالدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور أحمد أهلا بك معنا. أهلا بك. وأرحب بالأستاذ دكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور والنائب بالبرلمان السابق والأستاذ الجامعي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. في البداية أنا هطرح على ضيوفي الأربعة على الجانبين السؤال الأول، أنه بإقرار الدستور أصبح معلوما بالضرورة أن في تعديلات أو تغييرات، سواء تعديلات ستغير المشهد الانتخابي برمته أم تعديلات بما أقره الدستور فقط. من وجهة نظر كل ضيف عندي سيعرض في دقيقتين هل هناك تعديلات جذرية أم لا؟ أستاذ عصام تفضل فن. أنا أعتقد الأول أن النقطة الجوهرية هو من وجهة نظري عدم أحقية مجلس الشورى في التشريع، على الرغم من أنه الدستور أعطى الحق لمجلس الشورى أنه يشرع في أخطر مرحلة من مراحل الثورة المصرية، لكن أرى أنه مجلس الشورى انتخبوا 7% من المصريين المقيدين في الجداول الانتخابية، عند انتخابه لم يكن المجلس له أي اختصاصات تشريعية، وده كان مؤشر أنه المصريين ما بيهتموش بمجلس الشورى على اعتبار أن المجلس كان اختصاصه الوحيد انه يناقش القوانين المكمله للدستور. احنا اتفاجئنا بان الدستور ادى الحق لمجلس الشورى في التشريع، رئيس الجمهوريه عين 90، الاغلبيه معروف توجهاتها داخل مجلس الشورى. كنا نرى واحنا بنتكلم في 60 يوم اللي هيتم في خلالهم الانتخابات البرلمانيه، انه رئيس الجمهوريه بيتنصل من مسؤولياته امام الشعب المصري على اعتبار انه هو الرئيس المنتخب وله الحق طبقا للاعراف الدستوريه انه يسن قرارات بقوه القانون تعرض على البرلمان في اول دور الانعقاد، لكن لانه رغبه حزب الحريه والعداله في انه مجلس الشورى الحالي يتحمل المسؤوليه امام الراي العام المصري ثم يتم حل مجلس الشورى، يعني اعتقد ان مجلس الشورى هو محلل في هذه المرحله على اعتبار ان البرلمان هيجي بعد 60 يوم. فيما يخص القوانين، احنا عندنا 5 قوانين غايه في الاهميه في الوقت الراهن. القانون الاول مرتبط بالنظام الانتخابي الخاص بمجلس الشعب، على الرغم من انه نص الماده 231 تقريبا هي بتحاول تعالج البطلان اللي اصاب قانون الانتخابات من جراء حكم المحكمه الدستوريه، لكنها لم تقدم جديدا فيما يخص المراه المصريه، يعني هناك اتجاه عام انه المراه المصريه تكون موجوده في القوائم الحزبيه، انه اشار انه الاحزاب تستطيع انها تعمل قوائم، في نفس الوقت المستقلين يستطيعوا ان هم يعملوا قوائم ويستطيع كل منهما ان ينزل عند الاخر، وانا ما اعتقدش ان الاحزاب هتقبل ان المستقلين يفرضوا نفسهم على القوائم، فمعنى ذلك انه هذا القانون محتاج الى
العديد من التعديلات، وانا اعتقد ان هذه التعديلات تبدا بانه هل القائمه هتبقى قائمه مطلقه ولا قائمه مفتوحه، هل هيبقى في نسبه للقوائم الحزبيه، لان ده هيترتب عليه هل تستطيع الاحزاب انها كلها تنزل في قائمه واحده ولا كل حزب هيفضل ينزل في قائمه، ده هيرتبط بالنسبه اللي هيحددها القانون لكل قائمه من القوائم. ده كمان مرتبط مباشره بتقسيم الدوائر، هل القوائم هتبقى كل محافظه دائره انتخابيه ام الجمهوريه كلها دائره انتخابيه، ام هنرجع للدوائر الصغيره في كل محافظه. اعتقد كل ده يجب ان هو يناقش ويناقش علانيه وتستمع فيه الاغلبيه الى راي الاقليه، لان احنا في النهايه بنسعى الى استقرار وبنسعى الى تطور ديمقراطي طبيعي. الامال معقوده انه مجلس الشورى يستمع جيدا للقوى غير الممثله فيه ويسعى الى فكره التوافق، ومقصود بالتوافق هنا عشان الدكتور احمد هيعلق على التوافق، التوافق ما بنطلبش الاجماع، بنطلب التوافق يعني نستطيع انه 70 75 80% تتوافق. طيب، على القانون الاصلح لمصر في هذه المرحله. استاذ جنيدي واستاذ عصام فرد كده لكل ضيف ثلاث دقائق وليس دقيقتين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كده دعني اسلم اولا فيما يخصني ويخص القطاع الذي امثله في هذه الجلسة، أننا أمام مشهد مرتبك أساسه أن دستورا غير متوافق عليه قد فرض على المصريين باستفتاء مزور خرجت نتيجته اليوم الرسمي، ومش هناقش ده، إنما نتيجة لده. فأنا أعتقد أنه لأنه فرض عبر الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والسلطة التنفيذية، فإحنا بنسير، وده بقى للإجابة على سؤالك التعديلات اللي جاية، نحن نسير في اتجاه أن يفرض الإخوان المسلمين برنامج عملهم على مصر وعلى كل القوى السياسية، ويدعونا دائما للحوار، فهو يمارس اللي هو عايز يعمله ويقرر ما يشاء، ثم يدعوك للحوار على ما يريد. وفقته خير وبركة، ممكن تاخد عضوية في مجلس شورى، في مجلس حقوق الإنسان، يديك وزارة اتنين تلاتة، يعني عندهم يعني عطايا كثيرة الحقيقة. ما وافقتش فانت مطرود من رحمة ربنا وغفرانه، وانت تبقى مخرب، تبقى متآمر، تبقى بتربك الدنيا، بتعطل العجلة اللي محدش عارف مين اللي معطلها، رغم ان القرار التنفيذي في ايديهم. وبالتالي اي تعديلات واردة في الفترة القصيرة القادمة هتكون عبر مجلس الشورى اللي اتعمل له هذا النص في الدستور خصيصا حتى يقوم بالمهمة الانتحارية، فيسب ويلعن إلى أبد الأبدين ويذكر في التاريخ أنه مجلس الخزي، لأنه سيصدر التشريعات المتوقعة لإنجاز البرنامج المستعجل للإخوان المسلمين. بمعنى آخر، أنني أتوقع وأرجو أن يخيب ظني وأن يكون توقعي غير صحيح، أن هناك حزمة من القوانين ستخرج علينا خلال هذا الأسبوع من الأدراج السرية في مكتب الإرشاد والمهداة إلى مكتب السيد رئيس الجمهورية حتى ينظرها مجلس الشورى ويخرج علينا بهذه الحزمة. هذه الحزمة ستقيد بشكل واضح كل أشكال الحياة في مصر السياسية والاجتماعية، وستبتعد كالعادة عن أوضاع المصريين الاقتصادية والاجتماعية. بمعنى آخر، أننا لن نشهد فيما يبدو أي علاقة ما بين هذه القوانين التي ستصدر، لا بأكل عيش المصريين ولا بشربهم ولا بالغاز ولا بالسكر. بالعكس، أنا أتوقع أنه مع بداية الأسبوع القادم هيخرج قانون زيادة الضرائب اللي كان جمد بقرار من الرئيس بعد إصداره بساعتين، هيخرج تاني من الفريزر عشان يفاجأ المصريين بحزمة جديدة من غلاء الأسعار تزيدهم عنة على عنة. ومن هنا فأنا أعتقد أن المرحلة الجاية إن لم تشهد واحد إعلان واضح من الإخوان بأنهم ليسوا قادرين على تسيير البلاد مفردهم، ومش بس يقولوا كده إنما يمارسوا على الأرض. طيب، ما يساند هذه. أستاذ جنيدي، يعني حضرتك تتكلم عن مشهد عام، أنا كنت أريد أن أتحدث عن التعديلات فقط التي تخص المتوقعة التي تخص القانون الخاص بالانتخابات بعد إقرار الدستور، لكن لك مطلق الحرية فيما تعرضه في الثلاث دقائق التي انا خلصت لك. ثلاث دقائق ولا فاضل بالضبط ثلاث دقائق وشويه كمان؟ ده بعد كلامك دكتور. ولا انت خدت مني كام ثانيه؟ اتفضل يا دكتور مبارك. اتفضل. انا بحييكم، بحيي قناه الجزيره وبحيي المشاهدين، وسعيد بوجودي بين الاخوان الكرام الاستاذ دكتور شعبان والاستاذ عصام شيحه والاستاذ محمد منيب. طالما اختلفنا لكن الود موصول بيننا جميعا، والحب موصول واللقاء موصوله،
وهذا شأن المصريين، ده نعمة الشعب المصري علينا ان مصر لن تكون اي كأي مكان في اخر في العالم مهما اختلف ابناء مصر، فهم كيان واحد لحمة واحدة اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالصغر وبالحمى. هذه حقيقة يعني رغبت ان اؤكد عليها في البداية، واذكر اخواني الاحبة بان مطلب حالة التشريع الى الشورى او الى غير الرئيس هو مطلب كل الاحزاب والقوى التي تنضغت كثيرا حينما قلنا ان عرفا دستوريا مستقرا كما قال الاستاذ عصام، انه حينما يغيب البرلمان يعود التشريع لرئيس الدولة في كل نظم الديمقراطية في العالم، ده مش جديد، لكن سودت الصفحات وسودت شاشات كلها وقلبت حياة مصر سوادا بدعوى ان امتلاك الرئيس سلطة التشريع انما جمع بين السلطات وتكريس السلطة ومركزية لا وديكتاتورية جديدة وفرعون ليس له مثيل ولا نظير في الفراعنة السابق وكل ما سمعناه. فلما يعني تصرف الرئيس بمناسبة اعداد الدستور او تصرفت لجنة كتابة الدستور واستقرت هذا المشهد كله وجدت رغبة حقيقية لدى الكل ان يتنازل الرئيس عن اختصاصه بالتشريع اللي هو الطبيعي في اي نظام دستوري في العالم الديمقراطي الى جهة منتخبة اخرى، فلم يكن هناك في الحياة المصرية بعد ما حدثت مؤامرة تغييب مجلس النواب الا ان يحيل اختصاص التشريع لمجلس الشورى، خاصة وان مجلس فيه مسألتين في غاية الجوهرية. المسألة الاولى ان مجلس الشورى في الدستور الجديد له اختصاص تشريعي كامل. المسألة الثانية ان 90 مقعد وهي ثلث المقاعد لم تكن قد شغلت بعد، وصار بحديث من كثير من الأطراف أن تكون مبادرة بحيث يأتي هؤلاء 90 من الطاقات الغير ممثلة والأحزاب الغير ممثلة في مجلس الشورى فيحدث توازن في الحياة السياسية في اللحظة الراهنة وينقل إلى سلطة التشريع. وكان هذا يعني حديث دار في لجنة كتابة الدستور بشكل واسع وتوافق عليه الكل والكل وكل المكونات الموجودة، وحدث حتى حديث في المجتمع في ساحات العام. فليس على الإطلاق هو تنصل المسؤولية على الإطلاق، وليس رغبة من الرئيس في أن يحمل المجلس ما لا يمكن تحمله لأنه سيحل بعد فترة. أعتقد يعني هذه التخوفات وهذه أنا مش عايز يعني أسأل إنها التصورات الذهنية عن واقع معين هو غير موجود في الحقيقة بيأثر في المواقف وبيزيد الشقة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية وبيزيد البون وبيبعد مساحة التقارب. يعني لو علينا أن ننطلق من الواقع ونأخذ الواقع في كلياته، يعني هذا الشرق كله هو شرق ذهني تصوري، شرق خيالي بطبعه، حالم بطبعه، لكن عليه أن يتعلم أن يكون واقعي بعض الشيء وأن يقرأ الواقع في مفرداته وأن يبني على المعلومات وليس على التصورات الذهنية أو ما يسمى بانهلالين الأوهام. طيب. هذه هي الأزمة في جوهرها وفي حقيقتها. اللي أعتقد أن مجلس الشورى إن شاء الله سيبادر بإصدار التشريعات التي كان قد مجلس الشعب قبل مؤامرة قبل التآمر عليه قد انتهى منها كالتشريعات الاجتماعية والتشريعات الاقتصادية. طيب أنا هنقل اتهم المواطن بالأساس هنقل الحوار لكن بحكم الضرورة نعم. سيتناول التشريع الانتخابي باعتباره ده استحقاق لابد أن يتم بناء المؤسسة بحكم الضرورة. مجلس الشورى سيشرع بحكم الضرورة إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب القادم، هذا سنتحدث فيه بالتفصيل، لكن الكلمة أخيرة للدكتور شعبان في 3 دقائق أيضا. وطبعا أنا كان بودي أن ننطلق خطوة إلى الأمام ونتكلم في قانون الانتخابات، يعني ولا نوقف عقارب الساعة عند نقطة محددة، لكن طالما أن الإخوة تناولوا موضوع مجلس الشورى أنا شخصيا كنت عضوا في جمعية تأسيسية وكان لي تحفظ شديد على أن مجلس الشورى يقوم بالتشريع قبل إعادة انتخابه، كان لي تحفظ شديد للغاية ربما أزعج الكثيرين داخل الجمعية التأسيسية، وقلنا أنه هذا المجلس عندما يكون له سلطة تشريعية لابد أن يعاد انتخابه طبقا للدستور الجديد، وكنت أود أن يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية لأن هذا عرف دستوري معروف في كل يعني كل دساتير أو في معظم دساتير العالم، إنما أن تسند إلى مجلس الشورى أنا كان لي تحفظ شديد في حقيقة الأمر لأنه هي نقطة اللغط الثائرة الآن، أكثر نقطة بلاقيها في اللقاءات التلفزيونية ومناقشة النخب حول هذه النقطة. فأنا كان رأيي كنت مصرا على أن يبقى مجلس الشورى بسلطاته الحالية ويتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية، وهذا لا يستطيع أحد أن يعترض عليه، وكان هيقتصر رئيس الجمهورية على القوانين المهمة في اللحظة العاجلة خاصة قانون الانتخاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. أنا في حقيقة الأمر أخشى من نقطة دستورية أن تحدث أزمة دستورية أخرى وهي المتعلقة بتعيين 90 نائب. حقيقة أنا الصراحة والشفافية تقتضي من أن أقولها على الهواء، إحنا عندما صوتنا في الجمعية التأسيسية على أن يقوم مجلس الشورى بالتشريع إلى أن يعود مجلس الشعب قلنا أن يقوم مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي،
وانا من الاعضاء ولست عضوا يعني قليل التعليم، انا استاذ جامعي، وفهمت من هذا وفهم زملاء ان تشكيله الحالي اي المنتخبين وليس ان يعين، لان احنا اعترضنا في مجلس الشعب ان يعين 2% ولغينا العشر اللي كان بيعينهم رئيس الجمهوريه، فكيف كنا نوافق على انه تلت المجلس يعين من قبل رئيس الجمهوريه ثم يشرع؟ فدي نقطه اخرى. ولذلك انا اخشى من مرحله من ازمه دستوريه، خاصه ان قرار رئيس الجمهوريه عندما دعا للاستفتاء يوم 15 ديسمبر خرج الناس ليستفتوا على ان يقوم مجلس الشورى بالتشريع بتشكيله الحالي، وليس ان يخرج قرار بعد 15 ديسمبر، خاصه من المرحله الاولى بدات 15 ديسمبر. هذا الحقيقه القانونيين بالتاكيد لهم وجهه نظر فيه، وانا اخشى ان يعود الشريط مره اخرى الى المجلس العسكري والقيادات السياسيه عندما قالوا هل القانون هكذا دستوري، وقالوا دستوري وطلع بعد ذلك ما اثير بشانه ادخل البلاد في هذا النفق المظلم بسبب حل مجلس الشعب، ودي كانت اخطر نقطه حدثت في الفتره الانتقاليه اللي ادت بينا الى هذه الفوضى اللي احنا فيها. فانا اخشى برضو مره اخرى انه تحدث ازمه دستوريه عندما يشارك المعينون في القوانين التي تخرج التي ستصدر عن مجلس الشورى وتتصدى المحكمه الدستوريه بعد ذلك نتيجه دعوه من هنا من هناك الى عدم دستوريه المؤسسه ذاتها، لانه القرار كان لاحق للتصويت في الجمعيه التاسيسيه ولاحق ايضا للتصويت في 15 ديسمبر. كنت اود ان يكون قدر الرئيس قد عينهم فور انتخابه كما ينص الاعلان الدستوري الذي سيسقط او الذي اسقط بعد اعلان نتيجه الاستفتاء. اما قانون الانتخاب في حقيقه دعنا ننطلق الى الامام، وهذه مسؤوليه القانونيين امام الله عز وجل وامام شعب مصر. اذا حدث ازمه دستوريه في هذا الموضوع يبقى مسؤول عنها القانونيين، لانه انا لست قانونيا لكن هكذا فهمت من الموضوع. طيب اما قانون الانتخاب فساعود اليه عند هنفتح طبعا الحوار عن التعديلات المتوقعة والمقترحة لتعديل قانون الانتخاب، وهل ستبقى كما هي في الدستور كما أقرها الدستور أم ستشهد تغييرات كثيرة ربما تغير المشهد الانتخابي القادم ورأي الأحزاب والتيارات السياسية في ذلك؟ هذا ما سنفصله في هذه المناظرة بعد الفاصل وموجز لأهم وآخر الأخبار، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم ونستكمل هذه المناظرة التي بدأناها قبل الموجز مع ضيوفي الكرام. أرحب بهم مرة أخرى الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المحامي بالنقد، والأستاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقد والقيادي بحزب الكرامة، والدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، والدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور والنائب بالبرلمان السابق. أهلا بكم مجددا، ونبدأ الآن في التفصيل. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن أن هناك تعديلات مرتقبة ومتوقعة من الأحزاب. الأستاذ عصام، هناك في حزب الوفد من قدم مقترحات للتعديلات، أهم بنود هذه المقترحات في حزب الوفد هل اتفقتم عليها أم أن الموضوع لسه على الصعيد الفردي من قبل الأفراد؟ لا، مازال الأمر مجهود شخصي، على اعتبار أنه الدستور هو صدر على حق المصريين في اقتراح قانون للانتخابات، لأنه هو نص على أنه تقريبا نفس القانون السابق في نص المادة 231 ان تكون الانتخابات التشريعيه التاليه اللي يعني اللي احنا بصددها لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمه، وده اللي كان تم في الانتخابات البرلمانيه الاخيره، والثلث للنظام الفردي، لانه المحكمه الدستوريه كانت حكمت ببطلان القانون اللي بنيت عليه للانتخابات فيما يخص المقاعد الفرديه، فقال ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهم. المادة كم عبارة؟ المادة 231. 231 231 اللي هي تقول يعني نذكرها للمشاهدين، تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. هذا ما كان في الانتخابات السابقة. لا، هنا أضيف فيه وعدا النقطة الأحزاب الفقرة الأخيرة الجملة الأخيرة. لا، لم يكن منه شيء في الانتخابات السابقة، سواء ليه مش المكونات ما كانتش موجودة. المكونات كانت القائمة كانت حزبية مغلقة. الفقرة الأخيرة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهم. هنا هو حط يعني عمل خلط في النظام الانتخابي يصعب في العمل إنه يتم، عشان كده هو حصن المادة بإنه المحكمة الدستورية تكون رقابتها سابقة وليست رقابة لاحقة. وحقيقة الأمر إنه دايما بنعرف عيوب القوانين، بنعرف مشاكل القوانين من الممارسة العملية. فإحنا بداية هيبقى في حديث حول هل العدد هيستمر 498 ولا هيزيد العدد، هل رئيس الجمهوريه هيحتفظ بحق التعيين او لن يحتفظ بحق التعيين، هل المراه هتكون في القوائم الحزبيه هيكون لها ترتيب في القوائم الحزبيه مثل العمال والفلاحين
ولا مش هيبقى لها دور في القوائم، في القوائم الحزبيه. النسب اللي هتحدد للاحزاب، هل نسبه القوائم هتبقى 0.5% ولا 1% ولا 2%، كل ده اللي هيدور حواليه التفاوض بين القوى السياسيه في البرلمان القادم. كل ده بقى واحنا بنعمله مرتبط ارتباط وثيق بتقسيم الدوائر، يعني انت بتمشي في نفس اللحظه بتناقش القانونين في نفس التوقيت، لانه ارتباط النظام الانتخابي مرتبط ارتباط وثيق بتقسيم الدوائر. كل ما كانت القايمه كل ما كان الاتجاه لنظام القوائم هتميل ان تكون الدايره واسعه، كل ما نتجه الى النظام الفردي يبقى هنصغر الدوائر، لان احنا كان عندنا 46 مقعد مخصصين للقوائم وكان عندنا 83 مقعد للفردي. هل هنحتفظ بده؟ هل هنزود المقاعد الفرديه؟ هل هنزود القوائم؟ اعتقد الاتجاه العام لدى اغلب الاحزاب هو زياده القوائم الحزبيه، على اعتبار ان احنا بنسعى في هذه المرحله لتعديل ذهنيه الناخب المصري اللي اعتاد على انه ينتخب عضو مجلس محلي او عضو يقوم بمهمه الخدمات، انه ينتخب برنامج سياسي. وانا اعتقد انه اذا نجحنا في انه نعدل من ذهنيه الناخب المصري انه ينتخب برنامج انتخابي، يبقى احنا حققنا انجاز من انجازات ثوره 25 يناير. طيب دكتور ابو بركه، احنا عايزين نقارن بين ما اقره الدستور في هذه الماده وبين ما اقره الاعلان الدستوري للمجلس العسكري بعد استفتاء 19 مارس. هو دعني بس اتحفظ على ان الدستور صادق على حق المصريين. الدستور هو اراده المصريين. الدستور هو اراده الشعب المصري. هي الاراده الجمعيه، هي السلطه المؤسسه، هي السلطة التي لا تعلوها سلطة، هي كلمة الشعب فوق الجميع التي يجب أن ننصاع لها الجميع ونحل إشكالية التعاون مع قواعد الديمقراطية الأساسية ومبادئها الرئيسة اللي لازال كل الأحزاب والقوى السياسية تتعامل معها وكأنها لا تعرف عنها شيء على الإطلاق، أو تتجاهل عنها أو تتغافل عنها وتبني حديثها على أنقاض هدم هذه المبادئ. وبالتالي لا يجوز إطلاقا من وجهة نظر أن يقال أن الدستور فرض على المصريين، لأن الدستور ذاته هو إرادة المصريين، وبالتالي ما هو منصوص عليه في الدستور يجب ان يحترم الى ان يتم تغييره بالاليات التي وضعها الدستور ذاته. وبالتالي في هذا الاطار اجابه على سؤالك، وفي فرق كبير بين هذا وبين الذي كان في الاعلان الدستوري الاول. الاعلان الدستوري الاول كان يقصر الانتخاب الترشح في القوائم على الاحزاب. وكان يسمح للاحزاب بالمنافسه على المقاعد المخصصه للمستقلين. فكان بيعطي الاحزاب يعني مساحه شاسعه من الحركه، ويسلسل المستقلين في الحركة إلى جوائب في نطاق محدد من القوائم من المقاعد الفردية. الدستور الحالي سوى بين الكل المنتمي للحزب وغير المنتمي للحزب في ممارسة حق الترشيح. حق الترشيح ده حق دستوري، الدستور نص عليه الحالي كما كان دستور 71 قبل تعديله في 2007 باعتبار حق أساسي أصيل مطلق غير مقيد وغير محدود. 2007 تحدد قال عن نحو الذي يبين القانون، وبالتالي كان يجوز بعد تعديلات 2007 بتاعت مبارك ان يقيد حق الترشيح. اليوم لا يمكن بحال من الاحوال ان يقيد حق الترشيح. حق الترشيح اصبح حق اصيل زي حق الانتخاب، وهما الاثنين المدخل الاساسي لمبدا سياده الشعب. وبالتالي اخذ في الاعتبار في هذا النص التراث الدستوري المصري القديم واحكام المحاكم الدستوريه المصريه كلها والمحاكم العليا في حديثها عن هذا الحق، وبالتالي استحال مع هذا التكييف لهذا الحق أن يتم تقييده بأي قيد أو الحرمان منه أو التضييق عليه أو عدم المساواة بين المواطنين فيه أو عدم تكافؤ الفرص أمامه. وبالتالي كان المدخل من هنا في هذا النص أنه راعى كل هذه المبادئ وكل هذه القيم وسوى بين المواطنين جميعا المنتمين للأحزاب وغير المنتمين للأحزاب في الترشح، إما في قوائم أو على المقاعد الفردية، إما مع الأحزاب في قوائم أو لوحدهم في قوائم أو مشاركة بين عدد من الأحزاب أو حزب واحد ينفرد لوحده أو مستقل ينفرد بقائمة أو إلى آخره. وبالتالي هنا دي المساواة المطلقة، تكافؤ الفرص المطلقة، احترام الحق المبدئي الأساسي الكلي المنصوص عليه حق الترشيح باعتباره المدخل الاساسي لممارسه الشعب لسيادته كمصدر للسلطه، وراعى كل هذا المبادئ، وهذا اختلاف جذري عما كان في الاعلان الدستوري. طيب رؤيه حزب الحريه والعداله ساتحدث عنه بالتفصيل مع قيم الديمقراطيه ونظام الديمقراطيه. تمام. دي ليها قصه الحقيقه اللي بيحكيها الدكتور في التاسيسيه عندنا. اتفضل يا دكتور. يعني اللي حصل في التاسيسيه بعد اذن الاستاذ عصام والاستاذ محمد انه كانت فيه لجنه مشكله على التوازي مع الجمعيه التاسيسيه. لجنه مشكله بواسطه مجلس الوزراء وكان رئيسها الدكتور محسوب وزير الشؤون القانونيه والبرلمانيه. اللجنه دي كانت بتضم اعضاء عن الاحزاب وانا كنت عضو فيها باعتباري عضو في الهيئه العليا لحزب النور، وكان رؤساء احزاب كان الدكتور ايمن نور ويعني احزاب كثيره جدا قبل عمليه الانسحابات.
وكان محور عمل اللجنة في اتجاهين، الدوائر الانتخابية وطريقة الانتخاب. فأجمع الحاضرون على أنه بعضهم تخوف من أن ينفرد رئيس الجمهورية، لأنه الدستور حدد طريقة الانتخاب بالقوائم أو بالفردي أو الجمع بينهما بالطريقة اللي يريدها المشرع، لكن احنا كنا عايزين حكم انتقالي لأنه ما فيش مشرع عام اليوم، في مشرع خاص وهو رئيس الجمهورية قبل أن تنشأ موضوع الشورى. فبعض الناس تحرجت، أو رئيس الجمهورية عاوز يرفع عنه الحرج من نفسه، وبعضهم تخوف من أن رئيس الجمهورية يحط قانون انتخابي يناسب فصيل معين، فقلنا نحدد الطريقة بتاعت الانتخاب اللي جاية دي بواسطة الجمعية التأسيسية. ده الحقيقة، وكل الأحزاب أجمعت على أنه القوائم الحزبية وما فيش حاجة اسمها فردي، باعتبار أن الدستور أعطى لكل فرض أن يشكل حزبا بمجرد الأخطار. لكن الإخوة في الحرية والعدالة رأوا أنه لابد أن يكون فيه انتخابات، يعني ميلهم للفردي 100% يا 50% على الأقل، فاقترحنا أنه يبقى الثلثين والثلث، وقلنا عشان حل مشكلة المستقلين يبقى الأحزاب ترشح، لأنه فرض اللي بيترشح في النهاية على الفردي، والمستقلين يكونوا قوائم قد تكون قوائم كاملة أو منقوصة حسب المشرع ما يشوف، وبالتالي حصل تساوي بين الجميع. وده كان رأي الأحزاب الثلثين والثلث بعد أن أصر حزب الحرية والعدالة على أن يكون هناك نظام فردي، فخدنا حل وسط واتكلمنا في الدوائر الفردية، وقلنا الدوائر دي خط أحمر لأنه دي تحتاج إلى مجلس الشعب، لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة وبحث طويل، ومش ممكن تخلص في يوم واثنين، لازم كل الأحزاب تبقى ممثلة، والأحزاب هتبقى ممثلة في مجلس الشعب، فنترك الدوائر على ما كانت عليه بالانتخابات السابقة مباشرة. وإن كانت بعض الأحزاب طلبت أن تقلل حجم المنطقة الجغرافية لأن المناطق كبيرة عليهم، فأنا وضحت من خلال خبرتي أنه كلما ضيقت المنطقة أو قللت، يعني بدل ما الدائرة محافظة تبقى محافظة دائرتين، أو الدائرة الدائرتين يبقى أربعة، هذا ضد الأحزاب الصغيرة ولكنه في صالح الأحزاب الكبيرة. فكلما اتسعت الدوائر كان ذلك في صالح مصلحة الأحزاب الصغيرة وليس العكس. اتساع الدوائر، اتساع الدوائر نعم. ليه؟ لانه لو عندك لو عندك دايره من 8 هنتكلم في موضوع اتساع الدوائر. طيب يعني انتقل للاستاذ جنيدي. حضرتك استاذ محمد ذكرت في يعني قبل الفاصل ان نحن امام مشهد مرتبك بيسير في اتجاه فرض برنامج الاخوان، وان في حزمه مجهزه في الادراج من مجلس الشورى الذي لا يعني هو غير معتبر عندكم، سيفرض برنامج الإخوان على الجميع ولن يستفيد في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في محاولة لألا يستفيد إلا الإخوان. هل سينجحوا في هذا؟ هل سينجحوا في هذا؟ ما أريد أن أسألك عليه. الشعب المصري. طيب يعني أنتم يعني ما البديل الذي كان يعني من المفترض أنه يتم؟ أن تبقى صورة التشريع مع الرئيس محمد مرسي وبالتالي طبعاً هذا يخرج هو الجميع. هذا هو الأوقع دستوريا، وهذا هو في حين أن الدكتور أبو بركة ذكر ما تم حين كان سلطة التشريع مع الرئيس مرسي. يا سيدي أنك تتحدث عن استبداد الرجل بإعلان دستوري غير مسبوق شيء، وأن تتحدث عن أن رئيس الجمهورية له الحق في أن يصدر قرارات لها قوة القانون وتعرض في أول دور انعقاد على البرلمان المنتخب، ده شيء آخر. طالما لا يوجد برلمان لكن أنت لديك النية في دعوة الناخبين للانتخاب، على طول بيتولى السيد رئيس الجمهورية أيا كان هو مين، بس ملهاش علاقة بالدكتور مرسي أو بغيره، القاعدة المعروفة كده. وأستاذنا الفاضل الدكتور شعبان وضح حتى أن هو نفسه كان دي وجهة نظره أمام الجمعية التأسيسية. لكن طبقا لتصريحات الرئاسة لما كان الرئيس مع صوت التشريع، طبقا لتصريحات رئاسة أستاذ محمد أن سيتم مناقشة كل التعديلات على قانون الانتخابات المقترحة من الأحزاب والقوى السياسية قبل عرضها على مجلس الشورى. يعني يبدو أن الكلمة ستكون للأحزاب. علشان كده أنا يعني أنا بس عايز ألفت نظرك أن أنا فات دوري اللي فات، فاديني بقى فرصة شوية أتكلم في موضوع القانون. تفضل. عشان كده من المهم جدا جدا، وأنا كنت سألت أخويا أحمد سؤال، أنت كده هتخليني أسأله على الهواء. إذا كان هناك نية صادقة لدى من هو في السلطة الآن، وأقصد الإخوان المسلمين والحرية والعدالة وعلى رأسهم السيد الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي، إذا كانت نية صادقة في حوار وطني حقيقي مع القوى السياسية يسفر عن نتائج، فأعتقد أنه ينبغي الدعوة لهذا الحوار فورا قبل أن تصدر أي قوانين من مجلس الشورى، أهمها قانون الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية. خصوصا انك لما تحط لي نص زي القايمة وتحدد فيها نسب في الدستور، ده معناه ان انت على طول عامل حاجة غلط ومش عايز حد يطعن عليها. خد بالك بقى، واللي سن السنة الرديئة دي مين؟ كان احمد فتحي سرور، دكتور احمد فتحي سرور ربنا يسامحه ويفك سجنه بقى، يعني يشوف هيعمل ايه. في سنة 2007 لما عدلوا الدستور مخصوص
علشان حسني مبارك وعشان التوريث. فقالوا ايه حتى في المؤتمر الصحفي؟ قالوا عشان ما حدش يروح يطعن لنا بالدستوريه فهنحط لهم نصوص دستوريه. وبالتالي حضرتك شايف ان تحديد النسبه تلتين والتلت دي لا أساساً الحديث عن قائمه واضحه بتلتين وتلت بدون تفاصيل وترك التفاصيل للقانون بحيث ان زي ما قال الاستاذ احمد مبارك من شويه بالظبط ان القانون هيبقى مقيد بالنص الدستوري، يعني القانون هيناقش تفاصيل ما قرره الدستور لكن مش هيقدر يلعب في موضوع النسب، مش هيقدر يلعب في موضوع الفردي والقائمه. خلصت، لابد ان تكون هناك قائمه هي تلتين ولا بد ان يكون هناك مقعد فردي على 30%، بمعنى ان انت ما بقتش في الحوار المجتمعي قادر الان على مناقشه القانون من اصله، الفردي اصلح ولا لا، حسمت هذه القضيه. وبالتالي اللي انت ممكن او 50% و50% مثلا اذا كان هذا اوفى، لكن اللي انت ممكن تناقشه هو ايه الدوائر، فتطلع وجهه نظر وهي صحيحه زي ما قال الاستاذ الفاضل الدكتور شعبان انه مثلا الدوائر المتسعه افضل في موضوع القوائم، بس من وجهه نظر تانية هي أسوأ على الناخبين بالذات على الاحزاب قليله القدره قليله الموارد. يعني لما تلاقي دايره مثلا عن دوائر في اتساعها بيشمل 5-6 مراكز ضخمه زي البحيره وهي اكبر محافظات الجمهوريه مثلا، لكن عندنا حزب ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك عنده فلوس يعرف يصرف على اي دايره مهما كانت اتساعها زي الحريه والعداله والنور كمان ربنا يديهم الصحه ويبارك. بس كثير من الاحزاب كانت موافقه على موضوع القائمه النسبيه والفرد ده في الانتخابات الماضيه، يعني حتى لو انا ما زلت الجمعيات الاحزاب اصلا قال لك ان احنا كنا عايزين الفردي المطلق، احنا كنا عايزين الفرد يكون المطلق، قالوا ان انتوا عايزين مصلحتكم عايزين الفرد كله. الاحزاب هي اللي اثرت على هي اللي اثرت على وده بصراحه يعني جايين النهارده تقولوا ليه الجمعيات الاساسيه يا استاذ اسامه ومين قال لك ان انا رافض القائمه؟ لا 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 اكمل وجهه نظري. لا حضرتك اللي انا فهمته منك انك انا ما قلتش ان انا ضد القائمه، انا بتكلم على الدوائر الواسعه، انا لسه دلوقتي حالا اللي بتكلم لا احنا كنا لسه هنتكلم على الدوائر طبيعي على القائمه كنا لسه هنتكلم على الدوائر. لا انا حضرتك اتكلمت في صلب الموضوع اللي هو الذي لن تقبله مناقشه القوانين او لن تعدل فيه القوانين اللي هو الاسطمبه الرئيسيه للماده اللي هي التلتين القائمه النسبيه والتلت الفردي. جميع القوى السياسيه متفقه على ان فكره القوائم هي التي يمكن ان تحفظ لكل الناس حريه وحق التمثيل. نسبتها ايه ازاي؟ يعني هو ده اللي محتاجين نناقشه. سؤالي الان يا استاذ جنيد، انا مع القائمه، هل انتم راضون على ما اقرته الجمعيه التاسيسيه في الدستور؟ لان ده مش هيتلعب فيه خلاص، ده انتهى زي ما هو قال لك انه اتفرض علينا معلومه بيتعامل مع الواقع دلوقتي. لا يعني ايه بيتعامل؟ يعني ما هو اتفرض علينا يعني مش راضي عنه. لا ما هو قال انه راضي سبحان الله الوضع عن النظام. انا عايز افهم بس عشان هو عايز يقول طرف القائمه هو نظام الامثل والافضل لحياه سياسيه في بلد زي مصر. يبقى الجمعيه المشكله فين؟ فين ان انت في القائمه دي الانسب للجميع 50% و50% ولا 70% و30 زي ما هم موجودين؟ وانا شخصيا مع هذه النسبه بالمناسبه، يعني مش ضدها. طيب المشكله هتبقى مش هنا وبس، فيما يترتب عليه اللي هي الدوائر بالظبط كده. والمستقلين بيبقى من حقهم يدخلوا على قوائم، هيدخلوا ازاي؟ هل زي ما قال طب ما هو ده المفروض في الـ في الـ في المناقشات اللي هتتم في القانون. ما هو ده يعني هذا ايوه ده اللي في القانون بقى. هل في القانون هيتم الاتفاق؟ هي دي الازمه بقى. هي دي الازمه هنتكلم فيها قبل القانون ما يصدر. هل هي ما فيهاش ازمه في حقيقه حقيقي ولا هيبقى برضو صور للعلاقات العامه ويطلع قانون على غير رغبه التوافق او الاتفاق عليه؟ وفكره اغلبيه واقليه انسوها شويه. يعني انت لما محتاج قانون الكل يحترمه ويسعد بيه لا ده الاستفتاء بتهالي غير وجهه النظر دي تماما. مساله النسبه اساسا ما بقاش فيه اغلبيه اعتقد بعد الاستفتاء. كويس الحوار بقى على تفاصيل القانون. ارجو من الجميع انه ينسى شويه فكره الاغلبيه والاقليه. انت بتضع قانون عشان تريح وتفك احتقان ما زال موجود، مش كده؟ اذا يفترض ان كل يبقى قاعد وهو جاهز لحوار جاد. ما انتش قاعد وانت في جيبك القرار وفقط هتاخد الصورتين وتروح وتاني يوم الاقي القانون طالع باختصار شديد. طيب احنا في رد صغير يعني اللي كان قاله الدكتور شعبان دلوقتي ان الحريه العداله كان مع الفردي بشكل كامل 100%. ومع ذلك طلع القانون، يعني ما فيش حد معاه حاجه مغلفه ولا في جيبه ولا بيتحول للعلاقات العامه ولا بتصور اطلاقا حقيقة. الواقع بيقول احنا وافقنا على ما على على ما غير ما طرحناه وغير ما كنا نرغب فيه وغير ما كنا قد تبنيناه من وجهه نظر وافقنا على وجهه نظر الاخرين. نعم. يبقى الحوار مش للتصوير ومش انا ما اعتقدش ان احنا عندنا اوهام ذهنيه ولا عندنا تصورات ثابته. اللي حصل انه الباب بالكامل الانتقالي اتعمل بعد كل القوى الوطنيه المدنيه ما خرجت من الجمعيه التاسيسيه، يعني الكلام ده كله اتعمل
سلق في سرعة وفي عجالة، فشيء طبيعي أن الكلام ده ما تناقشش أمام الرأي العام ولا شارك فيه. إحنا بنتعامل دلوقتي مع أمر واقع، أنت بتقول لنا يعني لو كنا ناقشنا القانون كان ربما يبقى لينا رأي، أما وإنه الدستور نص صراحة على شكل الدستور فإحنا بنتكلم دلوقتي على التفاصيل، والخوف دايما إنه الشيطان يكمن في التفاصيل. هل هيبقى فيه القوائم دي هتبقى قوائم مفتوحة ولا قوائم مغلقة؟ هل القوائم دي هيبقى ليها نسبة ولا ملهاش نسبة؟ هل المستقلين هيبقى ليهم قوائم منفصلة ويستطيعوا انهم يعملوا قوائم منفصلة ولا لا؟ هل يستطيع المستقلين هم يفرضوا نفسهم على القوائم الحزبية؟ هل الحزبيين يستطيعوا انهم يفرضوا نفسهم على القوائم المستقلين؟ انت سايب ده كله مفتوح، بالإضافة ان ده مرتبط زي ما قلت لحضرتك ان ده مرتبط بقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشر الحقوق السياسية، لان انت حطيت مادة خاصة بالعزل لازم هتقنن ده في قانون مباشر الحقوق السياسية. هل هتعدل شروط الترشيح ولا مش هتعدل شروط الترشيح؟ هل رئيس الجمهورية هيبقى ليه حق التعيين ولا مش؟ كل ده اللي هيتناقش. اللي احنا منتظرين يعني حسب التصور ان الحكومة هتعرض مشروع القانون على مجلس الشورى ثم نفتح حوار حواليه. اللي بيقوله الاستاذ محمد، هل الحوار هيبقى جدي؟ هل هيتم الاستماع للقوى المدنية ولا هيتم الانفراد والتصويت في داخل مجلس الشورى وينتهي الامر؟ الامال معقودة على انه العقلاء في اخبار متضاربه ان جبهه الانقاذ يعني وافقت على دعوه الحوار، يعني هل لديك اخبار استاذ؟ شوف انا اقدر اقول لك بوضوح شديد من غير ما يكون لدي اخبار، جبهه الانقاذ على استعداد للحوار بصفه مستمره. شريطه ان هذا الحوار، بس هو الخلاف مع ايه؟ ان البعض بيصدر للراي العام المصري ان احنا ضد الحوار. مفيش مره دعي فيها الحوار وما قابلتش جبهه الانقاذ او القوى المدنيه، لكنها تطلب ان يكون الحوار جدي وأن يكون معلن من هم الأطراف المدعوة للحوار، والبرنامج برنامج الحوار، الأجندة هنناقش إيه في الحوار، وكيفية الاتفاق داخل الحوار. أنت بتدعي كده الحوار وخلاص، وإحنا هنقعد نتناقش وخلاص؟ يعني هنقعد كل واحد عنده كلمتين هيقولهم في الحوار؟ لا. بالمناسبة الدكتور أبو الغر قال إن هم قدموا مقترح، والدكتور سيد البدوي وقابل الرئيس، والدكتور سيد البدوي وقابل الرئيس. أيوه، فإذا هناك في هو بس في حاجه عصبيه. لا اضيف لك معلومه ثانيه، عندي معلومه كمان كانت مرتبطه الاستاذه بكينامه الدكتوره بكينامه الشرقاوي مشكوره المساعد السيد الرئيس للشؤون السياسيه، قامت بالاتصال بجابه الانقاذ وطلبت منهم يقدموا مشاريع، وبالفعل محددين ميعاد اعتقد انهم هيلتقوا يقدموا مشاريع، يعني ناس وافقوا وهيقدموا مشاريع. هنا هتبقى المشكله الصغيره ان هل ده، وانا في صف ده عشان تبقى وجهه نظري كمان بعد المعلومه، ان يا ريت هذا الحوار يتم قبل ما الحوار ينتقل لمجلس الشورى اللي هياخد القرار. هو بس محمد بيه بس حته هكمل فكرتي. انا لسه ناقص حاجه من المشروعات، القوانين اللي مطروحه كمان هو القانون الخاص بتنظيم التظاهر. فانت عندك حزمه من التشريعات مرتبطه ببعضها، عشان ما يتصورش البعض او يتوهم ان الناس لما تقوم بعمل دعائي مرتبط بالانتخابات، عمل دعايه انتخابيه، انه يصورها البعض على انها تظاهره ويتم الوقوف ليها. فكل حزمه التشريعات دي هتناقش بالكامل، فلما تيجي تناقش مع بعضها كده يعني باكج، مش نتفاجئ بانه هنناقش قانون الانتخابات لوحده وتقسيم الدوائر لوحده وهو هناك بيناقش التظاهر وهو في مجلس الشورى بيناقش قانون التظاهر مثلا. يعني خد بالك، يعني احنا قاعدين هنا احنا الاربعه بنناقش قانون الانتخاب والدوائر زي الفل، فجاه بكره تاني يوم تقرا انه تم الاتفاق على مشروع لقانون التظاهر. لا بس مجرب واضح يا دكتور شعبان ان هناك استمرار لازمه الثقه. بس مظبوط، اتاكد على هو ده الاساس، او ازمه عدم الثقه هو ده الاساس. الحقائق مهمه، هو ده الاساس انه موضوع طريقه الانتخاب دي لم يكن منفردا بها حزب الحريه والعداله، بل حزب الحريه والعداله كان مصر على 100% فردي او على الاقل 50-50. تقصد في الجامعات التاسيسيه ولا الانتخابات الماضيه؟ اللجنه الموازيه. الموازيه اللي عملت اجتماعات متكرره والكل سمع عنها. حقيقه ليس شيء سري، لا، والاحزاب كثيره جدا حضرت فيها بقوه، كل الاحزاب اثرت على 100%. احنا في حزب النور كنا مقررين على ان تكون 100% عشان نريح الناس من مرحلتين، من يمسك ورقه احزاب ورقه فردي، تبقى الانتخابات سهله على المواطن، ما يمسكش 150 اسم مترشحين في الدائره فردي ويقعد يختار منهم، ما تبقاش في اعاده، وبالتالي تكلفه الدوله مليارات اخرى في الاعاده بتاع الفردي. فكان وصلنا قلنا طب طالما ان في حزب كبير لابد ان نقدر مطلبه الحريه والعداله، فبدل ما هو طالب 50-50 او 100% خليها ثلثي وثلث جمعيه. لكن الامر ما فيش لف ودوران. ليه بقى؟ لانه احنا لما حددنا الثلثين للقوائم قلنا قوائم بدون حزبيه، بحيث يحق للمستقلين يكونوا قائمه كامله، قائمه سين والقائمه صاد والقائمه عين. ما فيش حد بقى يدخل في التفاصيل ويبحث زي ما اخواني يعني بيسيروا امور دلوقتي. ما فيش تخوف ابدا، هي قوائم زي ما كانت موجوده، بس بدل كلمه قوائم حزبيه قوائم بس،
يبقى قائمة حزب النور، قائمة حزب الحرية والعدالة، قائمة حزب الكرامة إلى آخره، قائمة سين صاد عين لام عن المستقلين، والخلاف كان هتبقى قائمة أو المزج، قائمة كاملة أو قائمة منقوصة، يعني هل يحق المستقلين يعملوا في الدائرة مطلوب 8 يرشح 4؟ قلنا دي هتفتح باب بقى لعديد من القوائم تدخلنا فيه، قلنا قائمة قانونية كمان ما ينفعش، وفيها شيء قانوني، فبالتالي دي سهلة ما فيهاش تخوف. الفردي أصبح برضو ما فيش تخوف. المشكلة في إيه بقى؟ في حاجات غير دي. المشكلة في الدوائر، أنا أخشى أنه الدخول في الدوائر يجيب خلافات، ولذلك أنا أريد أن أحيل إلى مجلس الشعب القادم وتجرى كالدوائر اللي فاتت، أو تضم المحافظة اللي كانت معمولة دائرتين تضم في القائمة إلى دائرة واحدة. النقطة اللي محتاجها القانون مش هي بس الحكاية دي، لأ، عندك أنا نريد في الفردي أن احنا نحل مشكلة الإعادة، يعني يجب أن يحصل الاثنين أعلى، إذا كانت الدائرة من اثنين أعلى اثنين ياخدوها. ليه تعيد البدع دي؟ أنا شايف أنها ليس لها مبرر سواء إنفاق وتضيع وقت. لماذا تعيد بين الأول والثاني؟ خلاص ما الجمهور اختار الأول، يبقى الأول والثاني إذا كان بينهم واحد عمال واحد فئات يبقى يتاخدوا الاثنين، إذا الأول والثاني الاثنين فئات ناخد الثالث عمال. المفترض ان الاخوه اللي هيشرعوا كده عشان نريح بقى عمليه الاعاده وياخد 50% زائد صوت. نمر الثلاثه مطلوب ايضا نقطه مهمه، النسب اللي حسبتها الهيئه العليا للانتخابات الدور فات كانت نسب ظالمه. ليه بقى؟ لان احنا مثلا في دايره كانت في دايره صوت فيها 270 ألف وكان مقاعدها 4، قام يعمل معامل قسم على 4 طلع 70 ألف، كان 280 70 ألف، فكان حزب النور على سبيل المثال له 100 ألف في الدائرة دي، فخد مكان بال70، وبعدين وزع بقى قال لك ياخد المكان ده الأقرب الأكثر فردي، فاحنا كان كسبنا 30، في حزب كان واخد 31 وهو في بني سويف مثلا في دائره بيبا خد المكان، مع انك لو خدت ال100 الف بتاع النور قسمتها على 2 يبقى نصيب الصوت 50. فيجب انه المشرع برضو ياخد في اعتباره ان انت تاخد نسبه من الاماكن بالنسبه بالاماكن بنسبه اصواتك، يعني احسب قيمه الجزء وانسب الى الاجمالي. فانا لو خدت 2.6 اخد اماكن مكانين واركن 6 لحد ما اشوف النسب الاخرى، لكن اللي حصل ده كان يعني كان ممكن حد يطعن فيه ويبطله في القضيه دي. يجب ان تعالج هذه النقطه ايضا، يعني كثير من النقاط يجب معالجتها في المشروع. ولذلك انا بنصح اخواني في المعارضه انهم فوتوا فرصه كبيره يعني جدا لما انسحبوا من التاسيسيه، كان ممكن جدا مواد يغيروها بالاراده، احنا ما كناش مصرين على شيء لو جلسوا. وانصح الاخوه في الانقاذ لما امتنعوا عن حوار رئيس الجمهوريه، انا ارى ان كان رئيس الجمهوريه فاتح الحوار على مصراعيه، هم كلموا مبرراتهم في ذلك ان الحوار كان حوار، لا 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 مفيش مبرر، كان يمكن حوار من طرف واحد وحوار التركان وما الى ذلك ما اطلق ربما لوصلوا اليه. فانا انصحهم بقى ما يجوش عند قانون الانتخابات ونحط شروط ونيجي على الاخر من دم كما ندم من شعبان. هو يحط مقترحات وليس شروط، لما تعمل دعوه للحوار وتقول فيها انه كل القوى السياسيه وكل الاحزاب وشباب الثوره يعني كلهم مدعوين بكره الساعه 12:30 بحيث ان احنا نصل الى اجماع. ما انت فجرت خلاص، يعني لما تقول لي كل الناس وبعدين تقول نصل لاجماع، انا اقصد ساعتك يا عصام، هو نحن ان نستجيب للحوار. هذه المره اعتقد حول قانون الانتخابات، هذه المره كما قال البعض ربما تكون مختلفه لان في استفتاء وفي انتخابات قادمه فرضت نفسها على الساحه. دكتور ابو بكر، لا بس في نقطه في القانون اخر حاجه اخر دكتور احمد، نسبه العمال والفلاحين، العمال والفلاحين احنا حطينا في الدستور الجديد في الانتقالي ان يعني في الدستور دائم ما فيش عمال وفلاحين، كله سواسيه، لكن حطوا فقره في الانتقالي عمال 50%، لكن غيرنا صفه العامل، قلنا كل من يعمل براتب او باجر لدى الغير، فبالتالي دي تؤخذ في القانون اللي جاي، مش هيتاخد القانون كله اللي فات، لازم دي تتعدل ايضا في القانون اللي هيصدر. طيب دكتور ابو بركه، يعني حضرتك مكلف من حزب الحريه والعداله كما نعلم انك تعد اعتقد مقترح او مشروع على هذا القانون، ده مظبوط ولا؟ اللجنه القانونيه، مش انا اللي مكلف، اللجنه القانونيه. طيب اذا هل بتعد بتدرس، هل هناك ملامح الان يعني تم تشكيلها او تكوينها بحيث انها تعرض في هذه في هذا الحوار الوطني حول قانون الانتخابات القادم؟ هو اولا بس بأثير عن الحوار، لم يدع الحوار مطلقا الا حول قضيه محدده وموضوع محدد، وبطبيعه الحال حينما يدعو الرئيس للحوار لابد ان يدعو الكل، لا يجب ان يستثنى احد على الاطلاق، والا ما بقاش حوار وطني وما بقاش يعني، وان كان اللي بيقوله استعصام في مساله، لا يعني المصريين كلهم كانوا بيطالبوا بتاجيل الاعلان الدستور، بتاجيل ده غير صحيح، تاجيل استفتاء الدستور او مناقشه المواد محل الخلاف قبل ما نروح للدستور، وبعدين تقول لي كان في جدول اعمال، كانش في جدول اعمال، طب قول لي جدول اعمال ايه؟ غير صحيح ان كل المصريين كانوا طالبوا تاجيل الدستور. قول لي ايه هو جدول الاعمال اللي كان مطلوب؟ غير صحيح ان حوارا لم يدر داخل اللجنه التاسيسيه وفي اللجان المفرعه المنبثقه عنها حول كل المواد الخلافيه، وغير صحيح ان الكل لم يتوافق على كل ما هو خلافي والكل لم يوقع، ده كلام
يعني ايه بنذكره يا راجل؟ ده الرئيس وعد الشعب المصري على ان المواد محل الخلاف هيناقشها البرلمان القادم. بنذكره انا ان الناس كلها هتعرف ان في مواد. انا بذكره للتاريخ، لكن لم يوضع الحوار مطلقا الا حول قضيه محدده وموضوع محدد، لكن لا يصادر الحوار. انا ما قلتش هتحور الاجنده، هتحور في 1 2 3 4 يبقى انا قفلت، يبقى اللي هو بيشتكي منه انا عملته. فانا لما بقول ان انا ادعي الحوار وما احطش نقاط تصوري انا بفرضه على الكل، يبقى انا بفتح الحوار لافاقه بدون شروط. هو مبدئيا هذا الحوار مختلف، لان لما انا ما اقولش ده يقول لك انت ما بتعملش حوار بدون اجنده، وبالتالي يعني ايه يا صديقي اصبح الحليم حيرانا. دكتور احمد الله يبارك لك، اصبح الحليم حيرانا. تسمح لي اوضح لك انا تم اوضح لك حاجه زي دكتور احمد دكتور. الموضوع حط بندين 4 6 ما يراه السيد الرئيس وما يستجاب. الجوهري عندنا، اذا انطلقنا من واقع الجوهري عندنا هو ايه يا صديقي؟ اذا انطلقنا من واقع كان في اعتراضات محدده عند جبهه الانقاذ، اكمل لك وبدا دعوهم الحوار حول هذه الاعتراضات. طيب لن اعود الى الوراء يا استاذ جنيدي، اسمح لي. دكتور ابو بركه انا اقول، دكتور ابو بركه انا اقول ان هذه المره الحوار مختلف او الدعوه الحوار مختلفه، لانها يعني ليست هناك اجنده مسبقه، هناك دعوة إلى كل إنسان يقدم مقترحه حول قانون الانتخاب القادم. هل هناك أي بنود مسبقة من الرئاسة أو من حزب الحرية والعدالة؟ هل الدعوة اللي وجهت للأحزاب السياسية مكتوب إنه القوى السياسية تقدم ملاحظاتها أو تقدم اقتراحاتها الخاصة بقانون الانتخابات؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي قال كده؟ الدعوة مين اللي قال كده؟ يعني حضرتك حضرتك تصريحات سيتم مناقشه قانون انتخابات البرلمانيه في لجنه لا يمكن، لان ده مرتبط على طول زي ما بقول لحضرتك، مرتبط بقانون تقسيم الدوائر، مرتبط لانك انت حطيت ماده للعزل، مرتبط بقانون مباشره الحقوق السياسيه، لان كمان هنعدل صفه العامل والفلاح، هتحط في تفاصيل ده طبيعي ان ده يبقى في الحوار. لكن دكتور ابو بركه يرد عليك. اتفضل يا دكتور. زي ما قال الاستاذ محمد اخي الحبيب الكريم، وقال الدكتور بكرام الشرقاوي طلبت وقالت للناس وبعتت ابعتوا مقترحاتكم حول قانون الانتخاب، وزي ما قيل وموجود عند حضرتك ان في الحوار حول قانون الانتخاب. ما يشير الاستاذ عصام شيء طبيعي جدا، وان تضع قانون بيضم نظام انتخابي، ان تمس بالتعديلات قانون تنظيم الحقوق السياسيه، وان تنظر بلا شك في قانون الدوائر. كل ده امر يعني في عندنا في حاجه اسمها في الفكره القانونيه المفترضات، البدهيات لا يتحدث عنها النص ولا يتحدث عنها حتى القاضي، معلومه بالضروره مسائل اساسيه. طيب. وبالتالي يعني اما اقول لك تعالى نتكلم عن نظام انتخابي وقانون انتخابات، شيء مفترض طبيعي ان كل ما سيترتب على تعديل النظام الانتخابي. طيب او رؤيتك في النظام الانتخابي يا دكتور بالنسبه لما اثير موضوع الدوائر الجغرافيه، هو ده اللي انا كنت عايز اسمعه من الاستاذ عصام بالنسبه لحزب الوفد. المرأة محمد بالنسبه للكرام، لان بنتكلم في النظام الانتخابي لما نتكلم لك عن الدوائر، انا بقول لك احنا مع المحافظه، مع ان كل محافظه تبقى دائره بذاتها. ده اللي انا كنت عايز اسمعه. اما بالنسبه للي موجود او اللي قائم، زي ما قلت لحضرتك ان النص الدستوري فتح المنافسه بين الحزبيين والمستقلين في القوائم وفي المقاعد الفرديه. بمعنى انا من وجهه نظرنا ان يتوافق مع هذا النص الدستوري ومع كفاءه الحق الطبيعي لكل المصريين ان يفتح الباب في تكون القوائم للكل، بمعنى ان الحزب يستطيع ان يقدم قائمه، مجموعة الأحزاب أن تقدم قائمة، المستقلين يقدمون قائمة، أو أن مكون من كل هؤلاء يقوم قائمة. يعني ممكن تلاقي قائمة مثلا فيها الوفد والحرية والعدالة ومستقل والنور وكذا في قائمة واحدة قد يكون، وتبقى قائمة، ومن حق هذه القائمة أن تأخذ اسما واحدا وغمزا واحدا، وأن يكون ذلك على مستوى الجمهورية. حق من حق كل قائمة أن تكون قائمة بمفردها، كل واحد لوحده، هذا حق. اذا الحقوق اصبحت متاحه للكل. طب بالنسبه لكل الاشكال وانا نفس الفرد برضه مفتوح لنفسه للكل، الكل ينزل حزبي ينزل مستقل ايا كان. هذه واحده. الامر الثاني، فتلافي عدم الدستوريه في موضوع الفرد ده، الحزب ازاي تلافي عدم الدستوريه؟ واحد مستقل يجي ينزل على قائمه حزب، ممكن ازاي ممكن ينسق معايا عادي جدا ونزل حزب، ايه المشكله في كده؟ ايه المانع من ده؟ المستقل ايه المانع من ده؟ ان هو مستقل ينزل مستقل في قائمه حزبيه، ايه المشكله؟ لا مانع، لا ينزل في قائمه مستقلين لوحدها يا سيدي وينزل مع الحزب، ايه المانع؟ انه على إيه المانع القانوني ده؟ هو ده يبقى جوهر المناقشه، يعني ايه المانع القانوني؟ عشان الموضوع ده هو ده بقى المفروض هيبقى جوهر المناقشه. ايوه فين؟ في الحوار، في الحوار بالضبط. طيب. السؤال ما هو ضمان ان هذا الحوار يكون منجزا؟ بمعنى يا فندم ان الحوار محدش بيفرض شيء من البدايه، مفيش فرض والله يا عم. طيب احنا متفقين ان في ازمه ثقه، صح؟
ولا انا غلطان؟ بنتوافق مع الحق على المصالح. انا بتوهم ازمه الثقه ولا موجوده؟ نعم لا موجوده طبعا. كويس، ازمه الثقه دي ممكن وقد تكون مفتعله ببعض الاماكن حول ولا يعني كنت. بتصدر ذاتها لكي تبرر موقف يعني هي موجوده ولا خلالها. مش موجوده يا عم احمد؟ بغض النظر لا مش بغض النظر لان هو يعني لو قال انها موهومه برضه بذهننا بس يبقى في مشكله تانية خالص. في ازمه ثقه حقيقيه مش كده يا دكتور شعبان؟ اما وان في ازمه ثقه يبقى انت محتاج ايه؟ ان انت تجري حوار واحد في يبقى فيه شفافيه واضحه عشان الجميع يثق في ان الحوار ده هيخرج بمنتج يعبر عن مدار. اتنين ان يبقى في الواقع كله بيقول ده. محمد بيه هو المثال اللي ضربه الدكتور شعبان. طب معلش اسمح لي، لا انا جاي وعايز بقى انا ما قلتش وجهه نظر كامله على بعضها. لا انا سالت سؤال وصل اتنين. اتنين. لا لا السؤال الثاني سؤال. معلش يا استاذ، معلش يا دكتور، اخلص وكمل بقى حضرتك. طيب اخلص وانا اخد الكلمه. السؤال الكلمه عندي انا مش مع حضرتك. شوف بيمارس هو بيسال سؤال بيمارس سلطان الاغلب. انا بيسال سؤال فخد الكلمه كلها. لا 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 هو ده خد الكلمه والله. هنا مفيش فرض، هنا مفيش فرض. انا خلص كلمتي. اتفضل كمل يا عم احمد وبعد كده تعالى انت. عايز اسمحك يا دكتور اتفضل يا استاذ جنين. انت في حاجه الى ان يضمن السيد الرئيس اذا كان هو الذي سيشرف على الحوار، او السيد الرئيس يضمن منتجات الحوار لو حتى لو مش هيحضره، بحيث ان يبقى ما يتفق عليه الجميع يعني بتوافق الحوار ذاته هو الذي سيخرج. مش الحوار ياخد ساعه 12 اسبوع ومع ذلك يخرج حاجه تانية تحت ادعاء ان ده اغلبيه. طب ايه الضمانات المقترحه من وجهه نظرك حتى ده نتناقش فيه؟ يعني حتى ده قابل للحوار. يبقى اذا نبدأ الحوار تنزع عزم. تبدأ الحوار اولا من الضمانات اولا. بص ما هو يا اخي احنا ما عندناش مانع من الحوار يبدا امبارح. طيب انت مش مدرك ليه ان الازمه هي ازمه ان انت قبل كده دعيتني لحوار وناقشتني وما جلنتنيش على اعلان دستوري، سبتني من هنا رحت مطلع اعلان دستوري من غير ما تناقشني فيه. طيب يعني اعيد الكلام اللي قلناه. يرد بقى دكتور ابو بركه عشان قبل ما يرد دكتور بركه عشان يرد براحته. ده ثالث سؤال. الحاجه يعني اللي تضمن لك كل ده ان انت في الدعوه وانا مع دعوه كل الناس. اتنين ان ده يبقى على الهوى، يعني خلي الناس كمان تعرف مين بيقول كلام موضوع يستحق انه يتناقش، ومين بيقول كلام عشان يحرج او يزنق طرف دون طرف، مين بيتوهم اشياء وعلى الترابيزه الناس تعرف انه واهم، ومين صادق فيما يقول. فلما بيطرح حلول عمليه تناسب المشكله المطروحه. طيب اتفضل يا دكتور ابو بركه. انا بتفق تماما مع قول استاذ محمد فيما يتعلق بان يكون الحوار على الهواء. بتفق طبعا ان يكون الحوار مفتوح في كل القضايا. بقول ان احنا بدانا نبني مؤسسات دوله، وهذه المؤسسات لاختصاصات، ولا يليق ونحن نبني هذه المؤسسات ان نهدم المؤسسات. بمعنى الحديث على ان الرئيس يضمن الحوار، ما صفه الرئيس اللي يضمن الحوار؟ الحديث على اكمل بس يا فندم، اكمل وجهه نظري بس. حاضر. هو مؤسسه دستوريه لكنه لا يملك ان يفرض على مجلس الشورى الذي مختصر بالتشريع الشرعي على الاطلاق، وبالتالي ان ارى ان يكون الحوار في مجلس الشورى مع اعضاء اللي معنيين بقرار القانون. انا ما يبدأليش حوار النهارده والمعني بالشيء يبقى انا كده لغيت مجلس الشورى، جنبته في جنب، حذفته وقلت له خد مرر ده. يبقى هنعود للعهد اللي كان فيه كل شيء بمرر باراده من خارج المجالس المنتخبه وبعيدا عن اراده الشعب. وبالتالي عشان يكون حوار منتج وحوار له اثاره، ان يكون داخل مجلس الشورى مع اعضاء مجلس الشورى، مع الرئيس، مع الاحزاب، مع قوى سياسيه، وينتهي هذا الحوار في حوار منتج بكل شيء ومفاد كل شيء، ويقرر عشان تبقى الجهه المعنيه بالقرار في النهايه حاضره، مش يقضي الامر بعيدا عنها ونيجي نخش في ازمه ثانيه. انا بقول الكلام ده ليه؟ بستبق حدوث ازمه في المستقبل، ان يتم الحوار بين الاطراف من خارج مجلس الشورى اللي هو معني بالقضيه، ثم بعد ذلك يدخل المجلس فيحدث عكس ما توافق طيب عليه. طب في ازمه من عشان كده المجلس اساسا، عشان كده بقطع الطريق على كل يا فندم. في نظرهم يعني أيوة. لهم فيه حديث وروايه وكلام. ما هو بص يعني ما هو في النهايه انا استسمحك بس يا دكتور الاول اقرا الخبرين العاجلين لانهم خبرين مهمين. انا ما تسمعوا منين الخبرين العاجلين وستكمل نسمعهم ونكمل. السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يوقع مرسوما بانفاذ الدستور الجديد بعد اعلان النتائج النهائيه للاستفتاء التي اعلن عنها اليوم. اذا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه يوقع مرسوما بانفاذ الدستور الجديد بعد اعلان النتائج النهائيه للاستفتاء. وفيها نقطتين هنسال فيها، موضوع ال 60 يوم ده يعني الاجراء الانتخابات هيتم ازاي؟ هل بعد ال 60 يوم من دلوقتي ولا لسه سيعلن عن ده؟ هنسال مبارك الاول. والخبر الثاني العاجل، وزير الاتصالات دكتور هاني محمود يعلن استقالته عبر حسابه على تويتر. وزير الاتصالات
يعلن استقالته عبر حسابه على تويتر. بس ايضا بي بعد اذنك يعني رد على اخويا الدكتور احمد. انا ما خلصتش، مش اتجاه معاكس، انا هو مش ضد التاني، لا احنا كلنا بننصهر مع بعض كمصريين. انا ارى انه الحوار يجب ان يكون من منطلق من مؤسسه الرئاسه، لانه مجلس الشورى مؤسسه الرئاسه مع الاحزاب وعايزين تنتقل النتيجه لمجلس الشورى، لان الاحزاب تستشعر بانها. طب ماذا لو مجلس الشورى فتره؟ انا هقول لساعتك، بس اقول لساعتك ليه هنعمل ايه؟ لان الاحزاب بتستشعر بانها اقصيت عن مجلس الشورى، لانها ما شاركتش في انتخابه بشكل كامل، لانه ما كانش له سلطه تشريعيه. طب ما هو ده انت... لا بس خليها كمل. ما هو ده الرؤيه تطلع. دكتور شعبان، دكتور شعبان، ما هو ليه ما شاركش؟ دعا الاحزاب لتقديم مرشحين فاعرضوا عن ذلك. بيعتبروا ان اعضاء مجلس الشورى والشعب بيعبروا عن فصيل وحده والتيار الاسلامي لاغلبيه حزب النور وحزب الحريه والعداله. لم يعد هذا قائل. فلهم تخوفهم. لا لا لا، حتى المعينين لهم رؤيه. انا اشوف الشفافيه تقتضي هكذا، انه لابد الرئيس، لابد ان الرئيس يتوجه للتيار الاسلامي السياسي. خلي بالك يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، عدد لك يعني هب انه 100% من الاسلام، من الاخوان المسلمين ولا من هب ذلك. هل هذا يعني الغائه؟ هل هذا يعني شطبه؟ هل هذا يعني هدمه كمصر؟ انا ما انتخبتوش على انه يشرعني. مفيش حد من المصريين انتخب مجلس الشورى عشان يشرع. الدستور دلوقتي عشان تمرر بيه بعض القوانين. الشعب المصري، لحظه بس يا محمد دكتور، كلام مهم جدا لازم يوضح، وكلام في حسام دايما كلامه مهم. بس افتكر ان احنا كلنا كنا متفقين بما فينا الحريه والعداله على ان مجلس الشورى مش هيبقى موجود تاني. الدستور الحالي، انا بس عايز افتكر ده، انا امام نص دستوري قائم اعطى هذا المجلس اختصاص معين. لا يمكن الحديث على ان المجلس منتخب وانه ليس له اختصاص رفاهيه، لان الشعب الذي انتخبه هو الذي منحه هذا الاختصاص. وده كمان ادى 7% كمل بس 7% انتخبوه. كمل بس يا فندم. الدستور انت هذه ضلاله، هذه ضلاله كبرى. سلطه تعيين 90 وفريه عظيمه. ليه؟ هقول لك حاجه. مبدا المستقر، مبدا المستقر ان الشعب السياسي هو من يشارك في صناعه القرار السياسي. بمعنى الدليل اذا اطرق عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. كل من لم يشارك من المحتمل أن يكون صوت لزيد أو عمرو أو بكر، أو أن يكون صوت في العكس، أو أن يكون أبطل صوته، فالاحتمال يتطرق إليه وبالتالي يسقط به استدلال، لا يجوز التحدي به مطلقا، قاعدة أصولية. وبالتالي المحتمل ده تجنبه تماما. ده الكلام ده اللي انت قلت لو اتكلم للمواطن. اتكلم يا فندم بس انا لا مقاطع. لن اسمح بالتدخل مره ثانيه يا جماعه. وبالتالي تكلم في المقطوع به الذي الدال في دلالته والقاطع، وهو من شارك واصوت وادلى. هذا هو الشعب السياسي في هذه اللحظه، هذا هو صاحب الكلمه في هذه اللحظه، هذا اقتضاء المجتمع كله، من صوت ومن لم يصوت، من امتنع ومن شارك، من قاطع ومن فعل، على ان تكون افرازات قراره هي القرار السائد في العمليه الديمقراطيه، والى معنى للدوله، معنى للديمقراطيه. طب اذا كنت تتعامل عن القانون اطلاق. طب اسمح لي كمل. طب اسمح لي كمل بقى النقطه يا دكتور. ما اسمح لي قبل ما اسمح لي لا اسمح لي حتى وتم فكرك، لان كل ما اتكلم يخرج. ايوه انا أسألك في هذه النقطه، اسالك في نفس النقطه عشان اتمكن من الاجابه. يا دكتور انا يعني انا ادير هذه الحلقه بما يفيد المشاهد. انا عشان بحبك بس اسمع. اتفضل. طيب الاربعه بيحبوني على فكره، وانا بحب الاربعه عشان كده بسمح لهم برضه. خلي بالك دكتور ابو بركه، مجلس الشورى هذا يعني اذا كنت تتحدث عن القانون وعن القواعد الفقهيه المنظمه لمثل هذه الشؤون السياسيه، فانت بتتحدث عن مجلس شورى مطعون في قانونيته اساسا، لانه ينطبق عليه ما انطبق على مجلس الشعب الذي حلته المحكمه الدستوريه العليا. هذا موضوع يعني لنفس لو سمحت لي دكتور ابو بركه. طيب دكتور ابو بركه كمل يا دكتور، كمل الاجابه على سؤالي. يعني مساله الطعن في قانون الانتخاب لا تمس وجود المجلس ذاته، يحتاج الى قرار بحاله. ده موضوع ثاني، ده نزاع قانوني اخر. والمسائل المستقره في كل الدنيا لا تمس المجلس ذاته يا احمد، لا كمؤسسه، انما يحتاج الى قرار من يملك سلطه الحل، حينما يملك سلطة الحل، لكن ليس بعبارة حكم. طيب. زي ما حدث في الضلالة الكبرى اللي تم ادناها الحكم. وصلت إجابة دكتور، كمل عشان في. وبالتالي كل ده كله أصبح فيه شاهد جديد، والدستور النافذ الآن، الدستور النافذ الآن هو الذي منح هذا المجلس هذا الاختصاص، وبالتالي غير مقبول إطلاقا أن يقال أن المجلس ما كانش عنده اختصاصات وما كانش عنده، أعطي اختصاصات خلاص انتهينا. وبالتالي أنا بقول أن هذا المجلس حاضر بتكوينه عشان ما يجيش الحوار. أنا بقول بإيه؟ ده بالشفاء على الدكتور شعبان، والوضوح اللي قال عليه الدكتور شعبان، واللي قال بالدكتور حسام والاستاذ محمد، عشان ما نوصلش للحوار ونوصل لمخرج في النهايه، ونيجي نخش نلاقي مشكله فين؟ في المجلس المعني بالقرار، والا انا بلغي المجلس ده كله وبلغي المؤسسه الدستوريه دي كلها. وبالتالي انا بقترح، ده مجرد اقتراح انا بطرحه من عندي، حتى لما اطرحه على الحزب ولا ما اقوله في الحزب، انا بقوله الان يعني ابن هذا الحوار، ان هذا الحوار يكون مجلس الشورى حاضر فيه، او اما ان يكون الحوار كله في مجلس الشورى ويجي الرئيس وغير الرئيس وكله. مجلس الشورى ده مؤسسه الشعب الان، هو بيته التشريع الان،
هو سلطه تشريعيه الان، هو مصدر سياده الشعب الان مع الرئيس، ان الرئيس هو مصدر سياده الشعب لان هو منتخب من الشعب مباشره. وبالتالي انا ارى ان يكون مجلس الشورى حاضر على كي لا تحدث مشكله في المستقبل عند تطبيق المنتج الذي ينتهي اليه الحوار. اما ان نعتمد المنهج الذي كان يعتمد في مبارك او غيره، ان ما يتمش كل شيء يتم الطبخ في الخارج ويمرر ودور المجلس هتختم فقط، هذا زمان ولا انتهى. استاذ عصام، الديمقراطيه تقتضي ان نفعل انا مندهش جدا من استخدام فكره الشعب المصري بصفه مستمره. مع تقديرنا كلنا واحترامنا للشعب المصري، الشعب المصري لما انتخب مجلس الشورى انتخب مجلس بغير اختصاصات، والشعب هو اللي ده. لو سمحت مش معقوله الشعب مش معقوله. انا ما بقدرش بره الشعب مين حضرتك وضحت هذه النقطه يا دكتور؟ انا ما تعترفش وضحت. طيب حضرتك وضحت يا استاذ عصام. استاذ عصام دكتور ابو بركه، دكتور ابو بركه لو سمحت، انا مسالت. لو سمحت انا بتكلم، انا بتكلم كلام قانوني. انت وضحت، اتفضل يا استاذ عصام. مجلس الشورى، مجلس الشورى لما راح المصريين ينتخبوا مجلس الشورى كان هذا المجلس بغير اختصاصات، لانه طبقا للاعلان الدستوري هذا المجلس كان ليه اختصاص وحيد وهو انه تعرض عليه القوانين المكمله للدستور. عشان كده هتلاقي المصريين لما راحوا ينتخبوا مجلس الشعب انتخبوا 30 مليون، لكن لما راح ينتخبوا مجلس الشورى محدش من المصريين حس بمجلس الشورى. انتخبوا 7% من القادمين في الجداول الانتخابيه. لما اجي انا النهارده ادي لمجلس الشعب اختصاصات التشريع وادي لرئيس الجمهوريه اللي مش منصوص عليه في الدستور مجلس الشورى ان هو يعين 90% يعني في من الاعضاء، ثم تكون مهمه هذا المجلس ان هو 90 عضو ان هو اللي يقوم لنا بالتشريع، لا مش هيبقى مقبول من المصريين. فالشيء الطبيعي هذا بتصريح المصريين في صندوق الاستفتاء. اسمعني بس، يعني من المنع هو المنع المنح أيوة. والمنع من المصريين انفسهم. لا خلينا اقول لك صندوق، لا لو سمحت صندوق انتخابات الشورى وصندوق الاستفتاء. خلينا نتفق على نقطتين الاول. اتفضل يا فندم. النقطه الاولى انه مجلس الشورى مجلس غير دستوري، لانه اتطعن على قانون اللي اجريت عليه انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى واتحكم ببطلان. لكنه قائم. لا خليني بس هكملك، بس هكمل. لكنه قائم وحصل على الاعلان الدستوري. لا ما هكملك بس. طيب طبقا لقانون المحكمه الدستوريه. ايوه طبقا لقانون المحكمه الدستوريه نص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه انه الحكم بينشر في الجريده الرسميه، فبيعتبر واجب النفاذ بالمسوده وبدون اعلان. سيبك بقى من انه السلطه التنفيذيه ما نفذتش الحكم، لكن انا كمواطن انا ما انتخبتش مجلس الشورى عشان يقوم بالتشريع. لما بتدي له سلطه التشريع النهارده انت بتجور على حق المواطنين. انت عايز تصحح الاجراء، انت اديته في الدستور حق التشريع، اعمل انتخابات بكره. بالظبط كده، اعمل انتخابات بكره لمجلس الشورى وانا انتخب مجلس الشورى يكون مهمته التشريع. لكن مش انت تجيب مجلس انا ما انتخبتوش انه يشرع وتفرضوا عليا. طيب النهارده ان هو طيب يبقى انتوا لكم شرط بقى للحوار مسبق اهو. لا يعني مش لا مش لماذا لا تعلنوه؟ ايوه اعلنا ده، لكن انت بتتعامل دلوقتي ايه؟ انت فرض عليك الامر، فانت بتتعامل مع الامر الواقع عشان ما نبقاش احنا اللي بنوقف عجله الانتاج، عشان ما احنا عشان السفينه تمشي، ولاننا كلنا مدركين انه المرحله الانتقاليه امتدت وعلينا ان احنا ننطلق، فاحنا بننطلق دلوقتي بنسلم بالامر الواقع باعتباره ذخيره للمستقبل. هنناقش القوانين شريطه ان احنا نصل لتوافق عليها قبل ما نروح مجلس الشورى. دكتور شعبان، انا معذره في التعبير، الذي يبحث عن توافق لا يمسك ولا يتمسك باهداب القانون، انه الشعب ادى للشورى. معلش انا بختلف معك يا دكتور احمد لحسن الناس تفهم ان احنا يعني اتجاه معاكس. اذا تمسكت باهداب القانون يبقى ما فيش توافق. انا بقول التوافق يقتضي ان احنا مؤسسه الرئاسه تقوم باداره الحوار، علشان المعارضه الان ترى انها خدعت في مجلس الشورى، لانها مجلس موجود هي ما شاركتش فيه لعدم اهميته وما كانش ليه اختصاصات الى غيره. وبعدين النقطه اللي تعود اليها، احنا من اجل التوافق عندما كنا نختار جمعيه اساسيه، التيار الاسلامي كان يملك لو ترك لنفسه، يعني لو اراد الا يدخل ليبرالي اطلاقا داخل جمعيه اساسيه، لانه كان بيمتلك 75%. لكن من اجل التوافق، ولما قلنا 50 من هنا و50 من هنا، كلنا دخلنا بالورقه الدواره، وانا كاستاذ جامعه بصمت ليس معناه ان انا اذا قلت من اجل التوافق نوافق على ما اتفقت عليه الاحزاب السياسيه والمجلس العسكري. فبالتالي يستطيع رئيس الجمهوريه او مؤسسه الرئاسه، ليس شرط رئيس الجمهوريه، انه يدير حوار ويصل من خلال الحوار الى توجيهات، باعتبار ان رئيس الجمهوريه عنده حزب يمتلك اكبر اعضاء داخل مجلس الشورى، والحزب الاخر وحزب النور يميل ايضا، وهو ايضا يعني يعتبر حزب الرئيس ايضا في غضون هذا الكلام، ولن يخرج عن ما اتفقت عليه الاحزاب. فانا ارى ان التوافق يقتضي هذا، لكن مجلس الشورى هتجلس مع من؟ هتجلس مع كل المجلس
ولا هتجلس مع من؟ فبالتالي العمليه انا يا دكتور احمد استاذنك ما نمسكش في اهداب القانون، طالما احنا قلنا توافق نتنازل شويه عن الحقوق القانونيه الى ان نتخطى هذه المرحله الانتقاليه. بقى ان اقول بقى ان المعارضه يجب الا تكون متشبثه، يعني برضو ب 1 2 3 4 يعني لازم يكون فيه مرونه. اداره التفاوض لابد ان يكون فيها مرونه من الطرفين، ما امشيش انا خطوه في اتجاهك وانت تفضل قاعد لحد ما امشي لك لحد عندك، لابد ان ده يمشي خطوه وده يمشي خطوه الى الامام لكي نحقق ما نريد. يا سيدي انا من بكره مستعد اروح لاي جلسه حوار ودون اي شرط، لكن حتى الكلام اللي قاله اخويا الاستاذ احمد ابو بركه من شويه بالفعل يخوفني. فلما يقول لي خد بالك في حاجه اسمها مجلس شورى ممكن انت تعمل حوار عند الرئيس ومجلس الشورى يشوف حاجه تانية، فيعيدك للمربع اللي انا حاولت في الاول احذر منه. طب ايه صيغه الحوار اللي تتوقع يعني يتم الحوار من الاحزاب والفرق خارج مجلس شروط. لا انا بتكلم على شكل حوار في الرئاسه مع الرئاسه في الرئاسه الاول ويحضروا الرئيس او ما يحضروش، يعني هو حسب وقته، وانا افضل ان كلما كان لديه وقت يعطيه لهذا الحوار ان يكون حاضر، لو ما كانش فمساعديه ومستشاريه موجودين مفيش ازمه في المساله. اتنين ان هذا الحوار يكون علني واضح قدام كل الناس يعني على الهواء، مفيش خلاف في ده على الهواء. ثلاثة ان يكون اجندته مترتبة على بعضها، يعني مش نقطة من الشمال ونقطة من اليمين، وان كل المترتبات تكون موضوعة على نفس الطاولة، يعني مفيش شيء مترتب على شيء يرجع. نعم. أربعة واخيرا الضمان. الضمان من رئاسة الجمهورية لان ما سيتفق عليه سيكون بمثابة اقتراح من السيد الرئيس معزز باحبابه واخوانه ومن نعم. طيب لو عليه انا بقينا دقيقه نصف دقيقه للاستاذ عصام ونصف دقيقه للاستاذ احمد هاخد استاذ المشكوك بالنسبه لنا في مشروعيات. تمام. انا معلش قبل اخويا عصام ما يبدا في ثانيتين بس في موضوع مجلس الشورى يا استاذ احمد، الكل كان متفق قبل الثوره وبعد الثوره على ان مجلس الشورى من المؤسسات التي سيتم الغاءها. طيب اتفضل يا استاذ عصام. انا كمان شايف في نقطه غايه في الاهميه، اصرار جماعه الاخوان المسلمين او حزب الحريه والعداله داخل الجمعيه التاسيسيه على المقاعد الفرديه، انا اعتقد ان احنا هنقع في اشكاليه غايه في الاهميه واحنا بنعمل القانون. لازم ينص في القانون على انه للاحزاب السياسيه انها تترشح على المقاعد الفرديه، لانك انت لما هتقول انه الاحزاب السياسيه لا ترشح على المقاعد الفرديه معناها انك بتمنع الاحزاب السياسيه. نص في الدستور معناها لا ده انتهى الدين. لا مش موجوده، مش موجوده المقاعد الفرديه. انت ممكن في القانون لا وللاحزاب ان يترشح في كلاهما كلا منهم لا دي انتهى ده موجود عشان التخوف أيوة. مش موجود لا انا التخوف عندي في ان المقاعد الفرديه موجود النص موجود النص. ادوني فرصه بس اقول الجمله انه المقاعد الفرديه ديت لما انت ما تديش فيها الحق للاحزاب معناها بالضروره لانه جماعه الاخوان المسلمين هي مش 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 لافته حزب فتستطيع انها تاخد المقاعد الفرديه. الدستور طيب يبقى نضمن الدستور يبقى نضمن بيقطع الحق. طيب خلاص نمره اثنين انا اعتقد اذا تم الاتفاق على جدول اعمال على اجنده للحوار احنا هنقبل به، يبقى نبقى عارفين احنا رايحين نتحاور على ايه ومين المدعو للحوار وطريقه التصويت داخل الحوار شكلها ايه. يعني نصر كيف انجح الحوار بانه شكل في نصف دقيقة معذرة دي اخر نصف دقيقة والله اتفضل. ودعني اقترح ان في ثلاث قوانين اساسية محتاجين احنا نشوفهم الحوار. واحد الدوائر، يعني القوانين تفصيل بقى القانون ده وبالذات الدوائر قانون بشر حقوق السياسية. ثلاثة موضوع حق التظاهر. طيب نص دقيقة بس يا دكتور. الا ان يكون الحوار علني ومفتوح، ان يضع على الحوار كل الاطراف الفاعلة واعني بذلك السلطه الدستوريه صاحبه الاختصاص الاصيل في قرار التشريع تكون حاضره وبحضور قوي على اقل شيء في هيئه مكتبها واللجنه التشريعيه والدستوريه بكامل اعضائها تكون جزء من هذا الحوار عشان يبقى عندها منتج قابل. كلمه اخيره. شكرا جزيلا لضيوفي. والله كلمه اخيره بقى انا بحيي الشيخ الازهر على دعوته الكريمه للتصالح الوطني ولم الشمل، بحيي الدكتور هشام قنديل انه بيقول للمتظاهرين اهدأوا قليلا حتى البلد يعني تتقدم خطوه. وانا بحييك الدكتور شعبان. شكرا جزيلا دكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئه العليا لحزب النور والنائب بالبرلمان السابق، والدكتور احمد ابو بركه المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله، استاذ عصام شيحه عضو الهيئه العليا لحزب الوفد المحامي بالنقد، استاذ محمد منيب جنيدي المحامي بالنقد والقيادي بحزب الكرامه. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء والى اللقاء.